لا تزال عمليات البحث متواصلة من قبل مصالح الحماية المدنية للعثور على الإمرأة المفقودة والتي جرفتها مياه واد فيجي بمنطقة واد الكرمة بولاية بومرداس. هذه الحادثة وقعت صباحة اليوم في حدود الساعة 7 بمنطقة فيجي. لمزيد من التفاصيل يلتحق بنا عبر الهاتف نقيب نسيم برناوي المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية. سيد برناوي، أهلا بك. أهلا بك سيدي، صباح الخير. صباح النور. إذن لا تزال عمليات البحث متواصلة من قبل مصالحكم للعثور على الإمرأة المفقودة والتي جرفتها مياه واد فيجي. نعم بالضبط، ما زالت العملية متواصلة بتخصيص 23 و20 عون حماية مدنية على مستوى هذه المنطقة لأجل تكثيف وتوسيع عملية البحث عن جثة هذه المرأة التي جرفتها سيول واد فيجي أي واد الكرمة بمنطقة بلدية بومرداس في صباحة اليوم الساعة 7:15، لأن العملية حساسة جدا وتتطلب تركيز وتكثيف للأعوان أجل السرعة في إيجاد هذه الضحية. إن شاء الله يكون في الساعات القليلة المقدمة إن شاء الله، مع يعني إن شاء الله ما نظن أنه حالة الطقس راح تتحسن إن شاء الله بداية من صباحة اليوم إن شاء الله، هذا ما حيساعدنا إن شاء الله في إيجاد سريع لجثة هذه المرأة. نعم، وفيما يخص مخالفات أحوال الطقس، هل تم فك الحصار على العديد من العائلات والمنازل التي غمرتها المياه في عدد من ولايات الوطن؟ نعم الحمد لله، خاصة أهم التدخلات كانت في العاصمة صباحة اليوم أو خلال 24 ساعة الأخيرة عبر 13 بلدية، كلها يعني تقريبا من جراء اتساع منسوب المياه عبر عدة محاور وطرقات إضافة إلى تسرب المياه لعدة المنازل. أهم كما كنتم على المباشر أمس بن عكنون وتريبولي بحسين داي وبوزريع على مستوى بني مسوس، وإضافة بلديات أخرى يعني وين هناك يعني بعض السكنات قديمة وهشة كان هناك خطر أمنية، إذ هذا طلب وضع مخطط أمني يعني ميداني 24 ساعة على 24 ساعة، حاليا ما زال متواجد عبر النقاط السوداء. كذلك نفس الولاية التي كانت منضررة كثيرا وهي بومرداس، كذلك على مستوى بومرداس بودواو إيستر بني عمران وتنية إضافة إلى زموري، حتى وإن كان في زموري عندنا تكفل وتحويل 3 أشخاص حصروا يعني بمياه الأمطار داخل الغرفة، يعني تفاجؤوا بسيول الأمطار عبر الجدران ما خلف لهم حالة هلع وفزع، إضافة إلى كما ذكرتم الحوادث مرور الحادث الأليم للأسف يعني 11 تحليل أمس بالجلفة، هذا 6 وفاة 37 جريح إذا تصادم مباشر، هذا أكيد يكون من جراء سوء تقدير أو تجاوز خطير. نعم. أو انزلاق من جراء الأمطار طريق لأنه أمطار. نعم، لكن الحصيلة 11 وفاة 40 جريح خلال 24 ساعة الأخيرة حصيلة ثقيلة. شكرا جزيلا لك سيد نسيم برناوي على كل هذه التفاصيل.